أهلا بيكم في السيشن الجديدة. هنتكلم في السيشن دي عن موضوع الباور بادجت. وتعريف الباور بادجت أو اللوس بادجت هي كمية الفقد أو الأماونت أوف لوس اللي يقدر الـ FTTH سيستم يتعامل فيها. والباور بادجت بيكون ليها ماكسيمم فاليو ومينيمم فاليو، بس احنا دايما بنركز على الماكسيمم لوس. وقبل ما نتكلم على تفاصيل الباور بادجت، خلينا نعرف ان الـ SFBs بتكون متقسمة classes، واللي بيفرق الـ classes عن بعضها هو الـ minimum and maximum losses. واكثر الـ classes استعمالا هو class B+ اللي تقدر الـ FTTH network تشتغل عنده او اقل منه هو 28 ديسيبل، والـ minimum loss بيكون 13 ديسيبل. نتكلم دلوقتي عن مجموعة العوامل اللي بتأثر لي على الباور بادجت في الـ FTTH Network. أول عامل عندنا وأكثرهم تأثيراً هي أجهزة السبليترز أو الباسيف سبليترز. عرفنا قبل كده إن أجهزة السبليترز هي الأجهزة اللي بتقسم الأوبتيكال سيجنال اللي جاية من كابل فايبر واحد على أكتر من كابل فايبر في الأوتبوت، وده اعتماداً على سبليتنج ريشيو اللي ممكن تكون 1:2، 1:4، لغاية 1:128. العامل الثاني هو الفايبر لوس أو الاتنيويشن بير كيلومتر. كل كيلومتر في كابل الفايبر بيأد اتنيويشن أو لوس بقيمة معينة زي ما هنشوف بعد كده. العامل الثالث هي السبلايسز أو اللحامات. لما نحب نوصل كابل فايبر بكابل تاني بنعمل لحام ما بين الكابلين، واللحام ده ممكن يكون لحام ميكانيكي ميكانيكال سبلايس او فيوجن سبلايس. والميكانيكال سبلايس اسهل وارخص ولكنه بيقاد لوس اكبر من الطريقة التانية اللي هي فيوجن سبلايس. كمان عندنا الكونكتورز اللي شفنا انواعها قبل كده بتقاد او بتضيف لوسس في مسار كابل الفايبر. حتى البندنج أو الثنيات الموجودة على كابل الفايبر ممكن تؤدي لوسس لو كانت أكبر من رينج معين. وأي كونتامينيشن زي الديرت أو زي التراب أو الأويل على الكونكتور ممكن يؤدي لوسس أو أتنيويشن. ولو بنستخدم أوبتيكال فلتر أو أوبتيكال أمبليفاير بيكون في قيمة مضافة على الباور بادجت من اللوسس. خلينا نعرف كل عامل من عوامل الباور بادجت بالتفصيل. اول حاجة عندنا هو السبليترز. زي ما عرفنا لكل سبليتر قيمة اسمها سبليتنج ريشيو، وهو الريشيو اللي بيتقسم بيها كابل الفايبر لمجموعة من كابلات الفايبر في الاوتبوت. ممكن يكون عندنا سبليتر 1:2 او 1:4، 1:8 الى 1:64، وممكن 1:128 ولكنها قيمة مش عملية. فالأكثر انتشارا 1:64 أو 32 أو أقل من كده على حسب السيناريو بتاعنا وتصميم الشبكة. كل سبليتر بيأد amount of losses على السيجنال. القيم النظرية إن 1:2 سبليتر بيضيف 3 ديسيبل، وضيف عليهم 3 في 1:4 يبقى 6، يبقى 9، لغاية 18 ديسيبل فقد أو نص لو بنستخدم 1:64. القيم اللي بين الأقواس دي قيم نظرية شوية، فالقيم العملية بتبقى زيادة شوية عن القيم النظرية. على سبيل المثال بيتم إضافة 1.5 ديسيبل على 18 ديسيبل لو بنستخدم 1:64، فبتوصل اللوسز ل 19.5 ديسيبل. ولكن في الكالكوليشنز بنبسط ونستخدم القيم النظرية. يبقى ده بخصوص السبليتنج ريشيو وعلاقتها باللوسز اللي بيتم إضافتها على مسار الـ FTTH. العامل الثاني هو الاتنيويشن بير كيلومتر او ممكن نسميه الفايبر لوس. هنلاقي ان لو بنستخدم الويف لينس 1310 واللي بنستخدمه في الاب لينك دايركشن من او ان تي للاو ال تي، فبيكون لكل كيلومتر 35% ديسيبل. ولو بنحسب في اتجاه الداون لينك اللي هو بيستخدم 1490 نانومتر، هنلاقي ان كل كيلومتر بيضيف لي 27% ديسيبل،
ولو بنستخدم 1550 نانومتر في إشارات الفيديو فبتضيف لي 2.1 ديسيبل بير كيلومتر. دايما لما بنحسب بنحسب باستخدام ال 1310 لان هي اقصى لص بير كيلومتر. العامل الثاني اللي بيضيف لي لوسز هو اللحامات او السبلايسز. اللحامات الفيوجن بتضيف لي من 2.1 ل 3.1 ديسيبل، والقيم بتفرق على حسب مهارة العامل اللي بيلحم كابل الفايبر. كمان الكونكتور بيضيف عندي لوسز، واكثر الكونكتورز انتشارا في ال FTTH هو ال SC Green Connector وال SC Blue Connector. ال Green Connector بيبقى نوعه ABC Connector، أما ال Blue Connector BC Connector. وهنلاحظ إن ال Green Connector بيضيف لي losses أقل من ال Blue Connector، بيضيف لي 5.1 ديسيبل، أما ال Blue Connector اللي هو ال BC بيضيف 75% ديسيبل. بكده لو حبينا نحسب ال Total losses على المسار بتاعنا هنلاقيه عبارة عن الاتينيويشن الخاص باللينث بتاع كابل الفايبر، ونزود عليه السبليتر اتينيويشن، ونزود عليه السبلايسنج بوينتس اتينيويشن او اللوسز الخاصة باللحامات، واي لوسز تانية زي الاوبتيكال امبليفاير مثلا لو بنستخدمه. ازاي نحسب الفايبر لوس؟ هنضرب ال 35% في طول المسار بالكيلومتر، وهنجمع عليه 3 في M، والM دي هي الليفل بتاع السبليتر، وهنشوف في المثال نحسب الليفل ده ازاي، وهنزود عليه 2.1 في عدد نقط اللحامات، وده طبعا بالإضافة لأعداد الكونكتورز مضروبة في 5.1 لو بنستخدم جرين SC كونكتور. نشوف مثال مبسط. لو عندنا طول كابل الفايبر اللي في الـ ODN Network 10 كيلومتر، وبنستخدم 2 ليفل من السبليترز. اول ليفل 1 لـ 2 يبقى ده بيضيف لي 3 ديسيبل، والتاني 1 لـ 32. ال 1 لـ 32 دوت ممكن نحسبها على انها 1 إلى 2 to power 5. ال 5 دي هي قيمه الام اللي احنا سميناها الليفل اوف سبليتر، فهنضرب ال 5 دي في 3، يعني هيبقى 3 في 5. يبقى انا عندي 3 ديسيبل اللي هو 1 لـ 2 و3 في 5 اللي هي 15، يبقى السبليترز هتقعد عندي 18 ديسيبل. وممكن استخدم الجدول ده على طول واشوف عندي السبليتنج ريشيو قد ايه واحط القيمه المرادفه ليها مباشره. يبقى 1 لـ 64 اللي هي 2 في 32 المقابل ليها 18 ديسيبل، يبقى احط هنا على طول 18 ديسيبل في المعادله. وبعد كده هضيف 10 splicing points، كل واحد منهم بيأدي 2.1، بالتالي تبقى المعادلة النهائية لحساب الباور بادجت أو total losses هي 10 كيلو في 35%، لأن الاتنيويشن في الأب لينك بالكيلومتر 35% ديسيبل، و3 زائد 15 اللي هو 18 ديسيبل اللوسز اللي بيضيفها عند السبليترز، زائد 10 نقط في كل نقطة 2.1 ديسيبل، يبقى عندي 2 ديسيبل. مجموع الفقد كله على المسار يطلع 23.5 ديسيبل. طبعا ده بدون الأخذ في الاعتبار أعداد الكونكتورز الـ SC اللي بستخدمها. يعني لو أنا مثلا بستخدم 4 كونكتورز SC، واحد داخل الـ OLT واثنين في الـ ODF الموجود في الميت ميروم مثلا، وعندنا كمان واحد موجود داخل الـ ONT، يبقى أنا عندي 4 SC كونكتور، كل واحد بيضيف منهم 5.1، يبقى أنا عندي كمان 2 ديسيبل لوس بالإضافة للـ 23.5 ديسيبل. في الحالة دي يبقى أنا عندي من غير الكونكتورز 23.5 ديسيبل، بإضافة اللوسز في الـ SC Blue Connector يبقى عندي 25.5 ديسيبل. طالما قيمة الباور بادجت أو التوتال لوسز أقل من الماكسيمم لوسز في الكلاس اللي بنستخدمه اللي هو في مثالنا 28، بالتالي كده مش هيبقى عندي مشكلة خاصة بالفقد أو باللوسز في المسار ما بين الـ OLT أو الكابينة والـ ONT أو وحدة المشتركين. أما لو حسابات اللوسز كانت أعلى
من قيمة الماكسيمم لوس الخاص بالكلاس اللي بيستخدمه الاس اف بي اللي هو 28 ديسيبل، كده هيبقى عندك مشكلة في الكوميونيكيشن ما بين الاو ال تي وما بين الاو ان تي، لاننا تجاوزنا قيمة الماكسيمم لوس. هل احنا لما نيجي نعمل ديزاين لاف تي تي اتش نتورك حاول احسب القيم دي بايدي؟ ممكن، ولكن في مجموعة من التولز اللي بتعرضها شركات مختلفة لعمل الحسابات الخاصة بالباور بادجت بصورة مبسطة. أول تول عندنا الخاصة بالموقع The FOA، ودي تول بسيطة ولكنها مش باورفول لأنها بتغفل قيم كتير من القيم اللي اتكلمنا عليها في البارامترز. أما التول التانية الموجودة على السايت كورنينج فهي تول عامة مناسبة لأي سيناريو، ولكن شركة هواوي عاملة تول على السايت بتاعها خاصة بالـ FTTH سيناريو وبيحسب الباور بادجت بصورة واقعية ودقيقة جدا مقارنة بالأذر تولز. كده يبقى عرفنا معنى الباور بادجت في شبكات الـ FTTH وإزاي نحسب الباور بادجت أو التوتال لوس ونقارنه بالماكسيموم لوس علشان نعرف إذا كان هيكون عندنا مشكلة في اللوس على مستوى الـ FTTH نتورك ومسارات الفايبر ولا لأ. أتمنى تكون السيشن واضحة حضراتكم، وأراكم بإذن الله في السيشن القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.